الصرف عليك انت وهلك وخواتك وبيتك، ابيك تصير احسن الناس. لا 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 تك... لا تك... درستك، لبستك، وكلتك، شرفتك، عزيتك بعد الله سبحانه، والحين تسوي فيني كذا؟ بك بسوي حركات شيبان. بك وانا بجلس انتظرك. يلا بك يا اخي. انا متوظف واعتمد على نفسي، وملابسي كلها من فلوسي. انت اللي تحط فلوسك وين يا اخي؟ بتموت يا اخي. شوف لك ملابس مثل الناس، شوف لك ملابس مثل الناس بسرعه. قال ابوي، قال شوف ملابس. اتبكي بسرعه، شو اختار لك ملابس. ادري اي شيء ابيها الاخضر. ايش؟ اعطني هالاخضر. ما سمعتك على كلمتك. ابيها الاخضر اعطنيه. على اساس الحين انك تختار من كيفك؟ ايه، يعني انا مثل المسرية هذه جالس ورا نفسي فيه. تلبس بكيفي، تروح بكيفي، تمشي بكيفي. الحين انت شايب صح ولا لا؟ انا اللي امشيك وانا اللي اجيبك. طيب لا بيجي عليك. ابي اسود. اسود رب تموت ونفرح فيك. اسود اسود رب تموت ونفرح فيك. بس عيدك، بس بديدك ولدي يا ما هو صاحب مريض. ايش قصدك؟ يعني انا خبل؟ يعني طلعني قدام العامل انا خبل؟ يعني انا خبل قدام العامل صح؟ ما بيبي يقولون انك عاق فيني. لا لا لا، انا عاق. انا عاق. في شيء تبغى؟ شيء ثاني؟ اعطني اي شيء خلاص. اعطني هذه، فك لي هذه واعطني اياها. خليني اشوف لك سروال. الله يهديك انت، مو بنا. الله يهديك انت. ما ابي هذا، ما ابي. يعني على كيفك. اعطني ابيض. سروال داخلي هو ابيض. خلاص اي شيء بدون نفس ما بيه. اعطني هذا. اعطني اللي تبي. يعني راضي ملابسك الحين؟ راضي عليها انت الحين؟ راضي على ملابسك الحين؟ هذه ملابسي اللي خلتك تكبر. خلتني ايش؟ خلتك تكبر. لا 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 لا، حسبي الله عليك. اعطني هذا الابيض وشوف حسابك. الله عليك من ولا شلتني قدام الناس. بك قدام، كأنك طفل قدام العامل. بك. حسبي الله عليك. يعطيك العافية حبيبي. يعطيك العافية. حسبي الله عليك. حسبي الله عليك. شيل الكيسين هذه، شيلها. أنا شيل. شيل الكيسين هذه بسرعة. يلا امشي. يلا مشينا. مشينا مش بسرعة. عايز عايشتني بكي قدام العامل كأنك طفل. لا يا ولدي. تحت الحين يعني تبغاني اساعدك مثلا؟ يعني اقوم اساعدك انا؟ اسمي الله عليك. اقوم اساعدك؟ يا اخي ازعجتني يا اخي. فشلتني قدام الناس يا اخي. فشلتني، الله ياخذك. فشلتني قدام الناس. اسمي الله عليك. لو سمحت. السلام عليكم. اسمي الله عليك من ولد. هذا الوالد؟ ها؟ هذا الوالد؟ ربيتك. طيب ليش الله يجزاك خير تعامله كذا؟ ايش تبغى مثلا؟ يعني تبغى انا اسوي؟ هذا ابوك، هذا اللي رباك. ربنا مين يا عمي؟ فكني شرك انت الناصر. ما اقول لك شيء، دقيقه. والله لو ابوي عايش طيب لا خدمه طول عمري. الله يرحم ابوك. اتمنى ان ابوي يرجع ساعه واحده طيب، عشان بس اتعامل معه معامله زين. الله يرحم ابوك. عشان اخدمه، عشان اسوي له اي شيء. وانت ابوك اللي عايش تعامله هالمعامله هذه؟ اتق الله، خف ربك، ترى بكره الله بيرزقك بعيال. طيب تبيهم يعاملونك مثل المعامله هذه؟ رجال شايب مريض تعبان مسكين مستسعي ضعيف. شباب انتظروني، استعجل بالله. انا بس خايف عليك. الله عليه يهينك يا طويل العمر. هذا ابوي. ابوك ميت صح؟ ابوي ميت. تقول ابوك ميت؟ اتمنى انه عايش. تقول ابوك ميت؟ اتمنى انه عايش. وهذا عشان اعامله. وهذا ابوي صح؟ اي. خذه والله يقنيك بركته، وروح خذه فكني شره. ما ابغى، كرهته خلاص. ابغى اعيش حياتي. انا شو ابغى اعيش حياتي؟ مو بلازم امسك الشايب هذا، اروح امسك الشايب، ارجع امسك الشايب. مو بخلاص يا اخي، خلاص عيش يا اخي. فكني شره يا اخي، خذه مني. تعال يا عمي، تعال. ربي تعال دم. ولدي تعال، انا اسير ولدك. انا تعال تعال. ولدي يا ما طيب. سب تعال. اتوقع تسوي لي كذا. تفضل. اعتذر منك. اشغلتك يا ولدي. تعتذر ليش؟
اللي طلعني وانا شايل معي ملابس وانا شايل معي شيء. لا حول ولا قوه الا بالله. لا حول ولا قوه الا بالله. الله يا انا عقم فيني له 4 سنين. لا حول ولا قوه الا بالله. لا جيته قام يضربني. لا حول ولا قوه الا بالله. لا جيته ابي من يفزعني ما يعطيني شيء. حسبي الله عليه. هو ولدك الوحيد؟ اي ولدي الوحيد. لا حول ولا قوه الا بالله. انا ذبحني فشلني قدام الناس لا يحترمني ولا يعطيني ولا يصرف علي ونفس الشيء انا معي دايم ذبحني انا هذا كبر سني وين اروح من يصرف علي من يلبسني من يهتم فيني يا وليدي. ابشر 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 بالخير ان شاء الله. انا والله اتمنى ان ابوي عايش اتمنى ان ابوي عايش عشان اعامله معامله زينه عشان يكون باب لي من ابواب الجنه. الله يرضى عليك يا ولدي. لكن ابشر بالخير ان شاء الله. أبوك الدوله وين؟ انا ابوي متوفى. الله يرحمه. اللهم امين. الله يرحمه. اللهم امين. والله لو انه حي وانت ولدها الطيب كان يفرح فيك وينبسط فيك. العيال العاقين يا وليدي ما ادري وش يصيروا في هالدنيا ولا مصيروا في الاخره. لا حول ولا قوه. اللي ما يحس بابوه اللي ما يدعم ابوه ويعطي ابوه ويوديه ويجيبه حياته خسارة يا وليدي. والله حياته خسارة. أنا رسالتي لكل ولد عاق في أبوه أنا أقول له بيجي اليوم اللي بتعض أصابع الندم اللي تتمنى أن أبوك يرجع لو ساعة واحدة عشان تخدمه وعشان تبر فيه. لا إله إلا الله. صبرني عليه يا وليدي أنه هو اللي يصرف علي. لا تشيل هم. لا تشيل هم إن شاء الله في اللي بيصرف عليك بدال ولدك. الدولة هذه يا رب لك الحمد افتحت لكم جمعيات خيرية للناس الفقراء والمحتاجين واللي ما عندهم أحد يعولهم. في جمعية أنا في جمعية أنا أعرفها اسمها جمعية البر بالمضيلف. فوديك الحين إن شاء الله لها. الحين. بإذن الله وإن شاء الله. يصرفون علي. بإذن الواحد الأحد. يهتموا فيني. إن شاء الله بإذن الله. بشينا بشينا. يوفرون لك إن شاء الله كل شيء تحتاجه. بشينا بشينا. يلا توكلنا على الله. حسبي الله عليه. حسبي الله عليه. حسبي الله عليه. ما احترمني ولا قدرني قدام الناس. لا حول ولا قوة الا بالله. لا حول ولا قوة. انا ابوه انا اللي صرفت عليه انا اللي ربيته وكبرته. لا حول ولا قوة الا بالله. انا اللي سويته هاللون واخرتها ما يمشي معي ويحتقرني ويسب ملابسي ويسب حياتي ويسب دنياي. حسبي الله عليه. انا ما ودي ادعي عليه والله ما ودي ادعي عليه. هذه جمعية البر وصلنا لها. ما شاء الله. جمعية البر من ضيف. ما شاء الله. تفضل تفضل يا ابو. تفضلك يا ولدي. السلام عليكم.